السلام عليكم. بدون مقدمات طويلة، اليوم سنعرض لكم 8 صور مذهلة لأماكن وأشخاص قبل وبعد تغيرات كبيرة حدثت لهم، لذلك ابقوا معنا حتى النهاية. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. ثامنا، مركز مدينة دبي. دبي اليوم هي مدينة فاخرة تضم مليون شخص وتقع على الخليج العربي، وهي حلم كل السياح وأكبر مركز أعمال في العالم. لكن قبل 60 عام فقط كانت صحراء شاسعة مع شوارع متناثرة وقوافل جمال. انظر كيف تغيرت هذه العاصمة الرائعة مع اكتشاف حقول النفط على أرضها. من المدهش كيف في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن مدينة ناطحة السحاب نمت من لا شيء. الآن قارن بين الصور التي التقطت في عام 2006 وبعد 9 سنوات فقط في عام 2015، فرق مذهل، أليس كذلك؟ سابعاً، زومبي بوي. زومبي بوي اسمه الحقيقي ريك جينست، وقد أصبح معروفاً في جميع أنحاء العالم بسبب وشمه، والذي يغطي جسده بالكامل من الرأس إلى أخمص القدمين. وهذه صورة لزومبي بوي مع وبدون الوشوم، وهي ليست فوتوشوب. في الواقع الوشوم كانت مخبأة تحت طبقة كبيرة من الكريمات والتي وضعها على جسده خبراء مكياج محترفين أثناء تصوير إعلان تجاري. سادسا، جيم وولف. جيم وولف كان محاربا قديما في الجيش الأمريكي، عانى من إدمان الكحول وعاش في الشارع لسنوات طويلة. في خريف 2013 شارك في تصوير فيديو لمشروع يدعى جلسة تجميل. الفيديو الذي دام دقيقتين جمع أكثر من 18 مليون مشاهدة على يوتيوب. فريق الخبراء الذي جهز جيم حوله إلى نجم صفحات المجتمع، وقد أجبر التغيير المتشرد البالغ من العمر 53 عاماً على إعادة النظر في آرائه بشأن الحياة. والآن يخطط لشراء منزل صغير ويحضر بانتظام اجتماعات مدمني الكحول. خامساً، لوسيا بيتاليس. الفنانة الإيطالية وخبيرة المكياج لوسيا بيتاليس لا ترسم وتطبق المكياج فحسب، بل تعرف أيضاً كيف تتحول إلى أي مشهور. بدون اللجوء إلى خدمات جراحة تجميل، أنشأت لوسيا مشروعاً فنياً حولت فيه نفسها إلى شخصيات ومشاهير باستخدام المكياج فقط، وهي تفاجئ معجبيها في الشبكات الاجتماعية بطريقة جديدة تقريباً كل يوم. اليوم هي نجم العراب مارلون براندو، غدا تكون والتر وايت من المسلسل التلفزيوني بريكنج باد، أو الملكة إليزابيث الثانية. رابعا، 50 سنت. في عام 2016 شارك مغني الراب 50 سنت صورة له تظهر الاستعداد لدور في فيلم أشياء مختلفة، حيث يلعب دور الطالب الرياضي الذي يصاب فجأة بمرض السرطان. انظر إلى الصورة سترى شخصا مختلفا تماما. الوزن المعتاد لمغني الراب هو 97 كيلوغرام، ولكن لهذا الدور في الفيلم خسر وزنه حتى يصل إلى 72 كيلوغرام، وهذا وزن خطير لشخص في طوله. ثالثا، كريستيان بايل. فيلم الميكانيكي إنتاج عام 2004 هو أحد أشهر الأدوار للممثل الشهير. قبل تصوير الفيلم كان وزنه 83 كيلوغرام. في خلال 4 أشهر، وهي الفترة الزمنية التي خصصت لتحضير الفيلم، فقد 28 كيلوغراماً، وبالتالي انخفض وزنه من 83 كيلوغراماً إلى 55 كيلوغرام. كيف فعلها؟ الجواب بسيط جداً، تفاحة واحدة وعلبة تونة وثلاثة أكواب من القهوة فقط طوال اليوم. وبالإضافة إلى ذلك استخدم الممثل مجموعة من الفيتامينات والمعادن، المجموع حوالي من 200 إلى 250 سعرة حرارية في اليوم. ثانياً، المؤثرات الخاصة. الأفلام الحديثة مليئة بالمؤثرات الخاصة التي يتم إنشاؤها باستخدام الشاشة الخضراء المعروفة. نحن نقدم لكم نظرة على مجموعة من الأفلام الحديثة الشهيرة، في الواقع كيف تبدو ومقارنتها مع الصورة التي نراها على شاشة السينما. أولاً، الهاتف الذكي. تقريبا كل شخص لديه هاتف ذكي اليوم، لقد أصبحت شائعة جدا، لدرجة أنه من الصعب تخيل أنها حتى وقت قريب لم تكن موجودة على الإطلاق. الصور التالية تثبت هذا، فيها يظهر الناس الذين يزورون كنيسة القديس بطرس. التقطت الصورة الأولى في عام 2005 والثانية في عام 2013، وفيها يلتقط الجميع تقريبا صورة للكنيسة بواسطة الهواتف الذكية.
إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم وانتظرونا بفيديو جديد. إلى اللقاء.